بسم الله الرحمن الرحيم. من أولاد نجم نجح حمادي شمالي محافظة قنا. تتصاعد الأنات ليترجمها هنا المثقفون، يتناولونها بأكاديمية الحلول كي تتحقق التنمية الواجبة المكفولة بين أضلع القانون، وذلك برعاية الأستاذ أحمد الكوميلي مفتش بإدارة أملاك الدولة بقنا. كان لنا هذا اللقاء، ويسعدني أن أرحب بضيوفي الأجلاء الأستاذ المهندس محمد عبد الباقي، الأستاذ سيد فضل الله، الأستاذ رجب عبد الموجود، الأستاذ أحمد عبد الستار، وكما يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم سيادة اللواء نبيل بخيت. أستاذ سيد، بصفة حضرتك من كبار رجال التعليم في محافظة قنا وابن من أبناء أولاد نجم، كلمنا سيادتك عن مشاكل التعليم في أولاد نجم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. بداية أود أن أتقدم بخالص الشكر لحضرتك وللأستاذ ملك نعيم على مجهودهم الذي يبذلونه لمناقشة قضايا التعليم مشاكل أولاد نجم وحرصهم على إيجاد الحلول المناسبة لها. كما أتوجه بالشكر للحاضر الغائب الأستاذ أحمد الكميلي على غيرته على بلدته وحرصه على هذه الندوات وتبنيه لهذه الندوات لمناقشة مشكلات أولاد نجم. التعليم هو محور التنمية في أولاد نجم أو في أي قرية أو في أي دولة أخرى. يقول طه حسين: إذا أردت إصلاح شأن بلد ما أصلح شأن التعليم فيه. وأولاد نجم نموذج مصغر لأي قرية من قرى جمهورية مصر العربية مشكلاتها تحل عن طريق التعليم. والتعليم في أولاد نجم في فترة من الفترات كان مستواه ضعيفا جدا، والملاحظ في أولاد نجم المستوى الاقتصادي منخفض بعض الشيء عن قرى أخرى. فالحل والمخرج من المشكلة الاقتصادية هو الحرص وتبني التعليم في هذه القرية. أنا شخصيا ومعي بعض الزملاء تبنينا قضية التعليم في فترات سابقة، وحرصنا كل الحرص على تبني جيلا معين من الاهتمام والتعليم والتربية والتنشئة وغارس حب الانتماء لبلده. واستمرت هذه التجربة فأثمرت ثمارا كبيرة، وهذه التجربة استمرت لسنوات عديدة أكثر من 38 سنة. نقلت أولاد نجم نقلة حضارية أخرى. أولاد نجم أصبحت مليئة بالكفاءات العلمية في مختلف المجالات، من قيادات شرطة وقيادات في الجامعات وقيادات في الطب، وفي كل المجالات هناك أبناء نابغين من أولاد نجم غيورين على تقديم الخدمة لأولاد نجم. أستاذ سيد، لو سمحت، احنا عايزين نتكلم على مشكلات التعليم في أولاد نجم. هل لديكم مشكلات في التعليم هنا في أولاد نجم؟ حاليا بالنسبة لأولاد نجم في الفترة الآونة الأخيرة هناك بعض المشكلات في أولاد نجم بالنسبة للتعليم. أولا والدرجة الأولى هي تبدأ من البيت، من الأب والأم. لهم دور مهم وفعال في التعليم في أولاد نجم. لا يتركون الابن أو البنت حتى العاشرة أو أكثر من سن العاشرة ثم يريدون تعليمهم. التعليم يبدأ من السنة الأولى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: علموا أولادكم 7 سنين وحاسبوهم 7 سنين وصاحبوهم 7 سنين واتركوهم وشأنهم. فالتعليم يبدأ أولا من البيت. معالي الأستاذ حج سيد فضل الله، كان لديكم رؤية لإنشاء مدرسة ثانوية في أولاد نجم، ماذا تم في هذا الصدد؟ بالنسبة للتعليم الثانوي في أولاد نجم، التعليم الابتدائي قد يكون أدى دوره الإعداد الابتدائي والإعدادي حاليا. في بعض القصور بيض الماء، ولكن هناك عجز كبير معنا في التعليم الثانوي. هناك أولاد نجم
القرية الوحيدة أو الوحدة المحلية الوحيدة في محافظة كنا التي ليس بها مدرسة ثانوية. نعم. نجاح التجربة في الطالب في التعليم من الابتدائي إلى الإعدادي يجب أن تكون تشمل المرحلة الثانوية، وأولاد نجم ينقصها التعليم الثانوي، وهذه الفكرة من سنوات عدة سنوات ونحن في طريق إيجاد حل لها. وقد قمنا، هناك مبنى قديم للمدرسة الابتدائية في الوحدة المجمعة، قمنا بعمل صيانة لازمة له لافتتاح مدرسة ثانوية به، وقد حال ذلك بعض الشيء لأنه القوات المسلحة أخذت هذا المشروع لبناء مدرسة ثانوية، تأخر لثلاث سنوات، وبعد ذلك تركت القوات المسلحة أولاد نجم للعمل في قرية بهجورة. ولكن في الفترة الأخيرة والحمد لله الله سبحانه وتعالى بعث لنا من ينفذ لنا أو يلبي هدفنا أو رغبتنا في التعليم الثانوي. التقيت بالمدير التنفيذي لمؤسسة المرزوقي الكويتية للأعمال الخيرية، وقد كان صديقا سابقا، وهو المهندس بيومي صديق. نعم. وعرضت عليه الفكرة فرحب بالبناء مدرسة ثانوي عام، وقد قدمت له الأوراق المطلوبة، وقد حضر إلى البلدة وعاين المبنى وأصبح مهيئا يعني، وقال له أن أنا ممكن بقول له ابني لنا مبنى من سلمين، مبنى حرف L. قال لي ليه؟ قلت له لشيء في نفس يعقوب. ليه؟ قلت له أنا بعد ما يخلص، هو المبنى عبارة عن حرف L، سبع فصول في كل دور ب 35 فصل، خمس أدوار. بعد ما ننفذ التعليم الثانوي المبنى سلمين، كنت ناويين نقسم نصه بعد كده، والسلم الآخر نعمل له مدرسة ثانوي تجاري فيما بعد. فأنا عرضت على الفكرة، قال لي أنا ممكن أبني لك جناحين في نفس المبنى، المساحة كبيرة، أنا أبني لك جناحين فيها على اساس ممكن ينشغلون، يتحقق عملنا في السنه والعام، ثم بعد ذلك الجناح الاخر لانشاء مدرسه ثانويه تجاريه، وكل اجراءاتها وخطويها موافقتها جاهزه معنا. فاذا تحقق هذا الموضوع باذن الله، ونرجو سبحانه وتعالى ان يسرع في هذا الموضوع، فقد يتحقق معنا جناحي التعليم الثانوي من ناحيه الثانوي العام او الثانوي التجاري، وهي النقطه التي تنقصنا في اولاد نجم. ونحن الان في انتظار، امس كنا في انتظار اللجنه لاستلام الموقع لبناء مدرسه ثانوي عام على النمط او النموذج المطلوب، فيما بعد نفتتح مدرسه تجاره ثانويه بنفس الموقع ايضا، فنكون قد حققنا هذا الحلم لاولاد نجم، وهو ثانوي عام. الثانوي العام لاولاد نجم سيضاعف النقله الحضريه من ناحيه، اول حاجه عندنا ظاهره هروب اولياء الامور من دخول ابنائهم الثانوي العام في نجح حمادي والقرى المدن الاخرى لمعاناه من عده مشاكل، المواصلات، غلو المواصلات، ضياع الوقت في المدارس، ثم العودة فترة نسائية للدروس الخصوصية وهكذا، فكانوا يهربون من التعليم الثانوي. الثانوي العام في أولاد نجم لو تم إنشاء هذه المدرسة الثانوية في أولاد نجم ستزيل كل العقوبات. أولا لا يتغيب طالب أو طالبة، لأنه الجميع سيذهب إلى المدرسة المجاورة لبيته. ثانيا الكثافات الفصول ستكون قليلة جدا بإذن الله، هيئات التدريس يبقى من أكفأ الهيئات ستكون، فالعام الدراسي بالكامل يعتبر دروس خاصة للطلاب في داخل المدرسة وفي حصصهم الصباحية، يتفرغون في الفترة المسائية لمذاكرة دروسهم، وإن شاء الله يتم ذلك، وسيكون هناك نوابق كثيرة من أولاد نجم في الشهادات الثانوية. هذه التجربة نجحت في قرية العسرات، الكثافات الفصول قليلة، وأغلب الكفاءات من العسرات في قرية العسرات من التعليم الثانوي نظرا لقلة الطلاب، كثافات الفصول في الطلاب. نحن نستفيد من تجارب الآخرين في كل قرية أو بلدة، ونحاول حلها، إيجاد حلها في قريتنا وفي هذه المدرسة، وإن شاء الله التعليم يبشر بالخير، وسيكون إن شاء الله له دور كبير في رفع شأن قرية أولاد نجم. شكرا شكرا استاذ سيد، اشكرك. وما زلنا معكم في اللقاء ومشاكل اولاد نجم. استاذ محمد، هل من لديكم من مشكلات في الكهرباء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. احيي قناه الصحه والجمال في قريتنا اولاد النجم. بالنسبه احنا عندنا مشكله الكهرباء، يعني الكهرباء احنا من سنه 1980 يمكن ركبنا، وكان معظم القرى عندنا مجهود ذاتي. فعندنا المحولات ضعيفه جدا جدا وقديمه ومتهالكه، ولا تناسب حجم توسعه رقعه اي قريه من القرى او اي نجم من النجوع. يعني ايام ما كانت المحول كان النجع يعني تضاعف الاضعاف، دلوقتي اضعاف اضعافه قبل. فالكهرباء بتبقى ضعيفه في البيت او المنزل من الداخل، فدي مشكله المحولات. عاوزين محولات اكبر من المحولات الموجوده حاليا. النقطه الثانيه، الاعمده الضغط العالي ده ما زال يمر عندنا فوق البيوت أو فوق المنازل. في قرى عندنا كتير تلقى عمود الضغط العالي فوق الحتة الواحدة، ما حتة عاوز يبنيها محوطة بأرض فوق منيها الضغط العالي. ليه؟ لأنه من كان أيام ما تحط الضغط العالي ما كانش التوسع في المباني موجود زي ما موجود حاليا. فإحنا بنطالب بدل الضغط العالي ومشاكله في الكهرباء، وممكن تقطع الضغط العالي يسبب يعني حرائق ويسبب مصايب كثيره في البلد، نطالب بوجود كابلات اسوه بالبلاد الاخرى. البلاد كثيره ماشي فيها الكابلات تحت الارض. بالنسبه للاعمده الاناره، اعمده الاناره او الضغط المنخفض برضو اعمده متهالكه جدا جدا جدا، لانه زي ما بقول لك ليها حوالي يمكن 30 سنة أو 40 سنة العمود راكب، ما زال اتاكل من الصدى واتاكل من وحاليا ما فيش يعني تمر على طريق أولاد نجم يجيبها من الخور، لما توصل لغاية قرى أولاد نجم كله ما فيش كشافات إنارة في الطريق. دي بتسبب حوادث كثيرة جدا في الطريق، يعني لو واحد ماشي بعربية وواحد ماشي قدام مني ما شافوش، واحد ماشي متسكل وما فيهوش نور وواحد قدام منه هيفوت فيه، فبتسبب حوادث كثيره في منطقه اولاد النجم. بالاضافه انه في بعض القرى ما زالت يوجد بها سلك يعني غير مغطى او معزول بمعنى اللغه بتاعتهم، يعني سلك مكشوف، يعني لو وقعت عليه يعني السلك مهر زي كده، لو وقعت عليه حاجه من فوق بيتقطع بيعمل ايه حريقه في البلد. في عدة قرى في أولاد نجم، يعني يمكن في قرى تركب لها وقرى ما زالت موجودة بالسلك المعرى بتاع الكهرباء. يعني مش عايز أو أقص قرى معينة، لكن موجودة حاليا وأنا بلامس به قرية يعني الناجع، مش قرية، أنا قرية أولاد نجم كلها بتعتبر بلدي، ما زال السلك غير مغطاة، يعني سلك مع الرأي، وحصلت كذا حريقة عندنا في البلد ونجع سند، نجع خليل ونجع سند، حصلت كذا مشكلة عندنا فيه، وتوقف وتوقع السلك وتحصل حريق في البيوت. يعني ألخص نقط الكهرباء أو مشاكل قريتنا في الكهرباء: تغيير محولات لتوسيع المنطقة السكنية، تغيير عملية الضغط العالي أو الأسلاك الضغط العالي بكابلات نظرا لتوسع برضو الكتلة السكنية في المنطقة اللي زحفت عليها المباني. أطالب برضو تغيير السلك العمد المنخفض، الضغط المنخفض، تغيير السلك المعراة بسلك مغطاة أو سلك معزول. سياسه الباشمهندس السلك اللي هو السلك الاعمده المنخفض المنخفض داخل القرى السكنيه، داخل الكتل السكنيه، داخل الشوارع. حضرتك بتطالب ان يكون سلك مغطى، سلك مغطى مثل القرى. نعم. وانتقل الى مشكله اخرى من مشاكل قرى اولاد نجم مع ضيفي الاستاذ رجب عبد الموجود، وهي مشكله الصرف الصحي والحيز العمراني. كلمني عن مشكلة الصرف الصحي أو الحيز العمراني لديكم. أولا بتوجه بالشكر للأستاذ ممدوح والأستاذ ملاك وقناة الصحة والجمال على إتاحة هذه الفرصة لنا لإلقاء الضوء وتسليط الضوء على مشاكل أولاد نجم. وأيضا أتوجه بالشكر للنخبة الجميلة من قيادات ورموز أولاد نجم الذين حضروا هذه الندوة. أنا هتكلم في نقطتين باختصار شديد ومش هطول فيهم، اللي هي مشكلة الصرف الصحي.
يمكن أولاد نجم هي القرية الوحيدة التي تكاد معدومة من صرف صحي. ما عندناش صرف صحي في أولاد نجم إطلاقا، وهذه المشكلة زادت حدتها بعد إنشاء قناطر أو قناطر نجم حماجي الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع مستوى المياه الجوفية في قرية أولاد نجم، ممكن في القرى نجم حمادي عموما، بس إحنا في أولاد نجم لأننا مجاورين لقناطر نجم حمادي، وهذا منسوب المياه الجوفية ارتفع بشدة في قرية أولاد نجم، وده بيعرض المنازل للانهيار وبالذات المنازل القديمة. أيضا هذه المشكلة بتسبب لنا أنه أهالي المنازل وأهالي القرية بيضطروا لاستخدام عربات وسيارات الكسح في كسح دورات المياه، وإلقاء البقايا هذه الدورات في الطرع المجاورة أو القريبة من أولاد نجم، مما يسبب لنا مشكلة خطيرة جدا وهي التلوث البيئي. طبعا هذه المشكلة لن تحل إلا بوجود صرف صحي لقرية أولاد نجم، تكاد تكون القرية الوحيدة المعدومة اللي مفيش صرف صحي. بيقال إن هناك في مشروع لتنفيذه في قرية أولاد نجم، سمعنا عنه، ولكن هذا المشروع بتعوقه عدم وجود أماكن لإقامة محطات الرفع لتنفيذ هذا المشروع، ولكن إن شاء الله في بشائر بتبشر إنه هذه المشكلة سوف تحل قريبا بتوفير الأرض لإقامة محطات الرفع لهذه المشكلة، ونتعشم إنه هذه المشكلة تحل قريبا في قرية أولاد نجم. أيضا في مشكلة عندنا بنعاني منها في قرية أولاد نجم، وهي مشكلة عامة تكاد تكون يعني على مستوى نجم حمادي ومحافظة قنا، اللي هي عدم تحديد الحيز العمراني للقرى وبالذات قرية أولاد نجم. حتى الآن لم يتم تحديد الحيز العمراني أو وصول الخرائط الخاصة بتحديد هذا الحيز، وطبعا هذه المشكلة بتتوالى أو بتتركب عليها مشاكل أخرى، وطبعا الاهالي ما يعني في ناس كثيره طبعا ليس لديها منازل، او واحد عنده اسره مكونه من كذا فرد او اربع خمس افراد وبيضطر الى التوسعه بناء منزل لاولاده، فبيضطر طبعا الى البناء، وطبعا بيضطر الى البناء المخالف، وفي هذه الحاله طبعا بيتعمل له محاضر من الجهات المسؤوله من الجامعات الزراعيه، وتحويل هذه المحاضر الى النيابات والى المحاكم، وبتتعمل له جنحه، وبيضطر الى دفع غرامات. طبعا نتمنى انه هذه المشكله تحل عندنا في اولاد نجم في اقرب فرصه باذن الله. شكرا. وننتقل الى موضوع اخر مع ضيف اخر الاستاذ احمد عبد الستار. هل لديكم المشكلات من الصحه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المشكلات كثيره في قريه اولاد نجم، طبعا أفاد السادة الكرام الضيوف الحاضرين، طبعا هتكلم طبعا بما أنه القناة بتاعتكم قناة الصحة والجمال، فإن شاء الله أنا طبعا هتكلم على أهم شيء بعتبره من القصور في قرية أولاد نجم، اللي هي طبعا الصحة. الصحة نحن بناء يعني السيد رئيس الجمهورية بينادي بيها والسادة المسؤولين وبالتعليم، ولكن أنا برضو ما زلت بأرى قصور جامد جدا طبعا في العملية التعليمية وفي الناحية الصحية. طبعا أفاض السيد المدير الأستاذ سيد فضل الله من الناحية التعليمية، فأنا برضو مش عايز يعني أخوض، هو أفاض بما فيه الكفاية، فأنا هتكلم برضو على إهمال المستشفيات العامة طبعا بما نراه من إهمال شديد في المستشفيات، عدم الأطباء الكافيين، إهمال طبعا في للمرضى، طبعا قلة الممرضات، قلة الأدوية الموجودة في المستشفيات. بننادي برضو حخص برضو القرية بتاعتنا، قرية أولاد نجم طبعا يوجد بها وحدة صحية. الوحدة الصحية تعتبر اسم فقط لا غير. الوحدة الصحية عندنا طبعا لا يوجد بها دكتور ولا يوجد بها ممرضات، تمام. الوحدة نحن نعاني أكثر من 20 قرية على الوحدة الصحية الموجودة لدينا. زمان كنا نعاني من أنه لا توجد وحدات صحية، أو إن كانت فيه وحدات صحية فهي غير مؤهلة. نحن يوجد لدينا وحدة صحية، وحدة مبنية على أحدث طراز، ولكن للأسف انه طبعا الاهمال شديد فيها، حتى لا يوجد دكتور.
أنا بصفة مدير مدرسة، مدرستي لا تبعد أكثر من 200 متر عن الوحدة الصحية الموجودة بالبلدة، ولكن لما بيحصل طبعا ظرف طارئ عندي للتلاميذ أو للطلاب، بناخد التلميذ بنروح به الوحدة الصحية، لا بنلاقي دكتور ولا بنلاقي ممرض ولا بنلاقي حتى إبرة، فبناخد التلميذ وبناخد به سيارة وبنطلع به على أقرب مستشفى في نجع حمادي، ودي تبعد حوالي 15 كيلو على بال ما يوصل التلميذ، ممكن يكون نزف أكثر، ممكن يكون الحالة أساءت أكثر، تمام؟ فنحن فعلا نعاني معاناة شديدة، وأنا من هنا بأنادي المسؤولين الحقيقيين اللي هم ذات ضمير واعي أن ينجدونا ويراعوا ضميرهم فينا. إحنا في الوحدة الصحية بقرى أولاد نجم نحن لا توجد لدينا أي ناحية من النواحي الصحية التي يجب أن يتبعها أي إنسان بيرعى نفسه أو بيرعى غيره. فنحن نرجو من المسؤولين في نهاية الكلمة بتاعتي إن أنا بتودد إليهم وأتوسل إليهم، فنحن نعاني معاناة شديدة من قلة الأطباء في الوحدات الصحية، وشكرا. ونستمر الحوار على أهم المشكلات داخل أولاد نجم، مشكلة مياه الشرب نناقش بها ضيفي سيادة اللواء نبيل بخيت. يا سيادة اللواء، مشكلة مياه الشرب. اهلا وسهلا وكل سنه وانتم طيبين، وانا سعيد لفكره اللقاء وفكره الندوات اللي بتواكب العصر. فبمناسبه السعاده بتاعت الفكره نشكركم انتم الاول، ونشكر الاستاذ احمد الكميلي صاحب الفكره الجميله، وبصراحه انتم في الاعداد والاخراج نقيتوا أحلى وأهم القيادات في أولاد نجم من كل النواحي. رعيتوا قيادات التعليم متمثلة في الأستاذ سيد فضل الله والأستاذ رجب، ورعيتوا القيادة السياسية بتاعتنا، عضو مجلس محل محافظة أكثر من 10 سنين الأستاذ محمد عبد الباقي، ورعيتوا جيل الوسط اللي أنا منه الأستاذ أحمد عبد الستار، وده زميل دراسة. فأهلا وسهلا. وبعد كده انتوا حطيتوني بقى انا في ملقف ان انا اكملكم عن يعني المشكله المزمنه في اولاد نجم، وهي مشكله الميه، ميه الشرب. دي هي المشكله، اهم مشكله عندينا هي مشكله المعاصره اللي هي مشكله مياه الشرب، اللي احنا في الصيف مع بدايه شهر 4 وشهر 5 لغايه شهر 10 احنا بنعاني من عدم وجود مياه شرب اطلاقا. وانا عشان ما اطولش هقول ليه؟ السبب ان احنا كاولاد نجم كمجلس قروي، اكبر مجلس قروي في نجع حمادي، المفترض ان احنا كان لنا مرشح ميه مستقل. وبالفعل الدوله ادتنا مرشح ميه مستقل، الا انه بعض الظروف معينه حالت ان احنا نستفاد منه. فاحنا لابد لنا حاليا من مرشح مياه مستقل. احنا عارضين، وانا راجل بصفتي حاليا يعني داخل المعمعة السياسية والشعبية جريت في المشكلة دي. احنا عندنا دلوقتي مخطط مكانين لان احنا نعمل مرشح فيهم، مكان ملك شركة المياه صرف ومعمول له دراسة، ويا استاذ ممدوح ودراسة كاملة من رفع المجايسات لتحديد ميزانية، ميزانيته 12 مليون جنيه. نعم. ومستنين وزارة التخطيط انها تقر. وزارة التخطيط لو أقرت المبلغ ده، ومبلغ صغير يعني بالنسبة للدولة 12 مليون جنيه عشان نحل مشكلة 50,000 مواطن، مبلغ صغير. احنا عرضناها وعرضناها داخل مجلس النواب برضو بمساعدة بعض من أعضاء مجلس النواب، ومجلس النواب جاب سكرتير عام المحافظة وناقشوا فيها. عندنا مكان تاني، مكان الشادر ده هيتنقل للشوادر، ملك شركة المياه برضو هيتنقل للمنطقة الصناعية.
فاحنا عندنا الشادر وعندنا المأخذ المية بتاعه، ترعة الرنان دي شغالة 24 ساعة من غير مناوبة مستمرة، وترعة كويسة، وتجربة أبو عموري ترعة أقل منها المحطة بتاعة أبو عموري وناجحة. نعم. لكن احنا عايزين حل سريع، المرشح ده هياخد له سنة أو سنتين على الأقل، احنا عايزين حل سريع. الحل السريع والأساتذة موجودين وعارفين المشكلة، الحل السريع اللي هيخلصنا من الموسم اللي جاي. لو الموسم اللي جاي استمرت مشكلة الكهرباء وعدم وجود كهرباء هيحصل لغط كبير في الشارع، وخاصة ان احنا داخلين على مواسم سياسية الموسم اللي جاي. انا من رأيي ان احنا عندنا محطة بخانس اللي هي بتغذي فرشوط حاليا، وكل شوية بيزودوا الطاقة بتاعتها، وطاقة كبيرة جدا. احنا عندنا محبسين، محبس في اول اولاد نجم من الناحية البحرية دي، ده موجود المحبس ده اللي هو شمال اولاد نجم عند نجح داود، كان اصلا بيغذي قرى فرشوط لما كانت المية احنا عندنا زيادة. فنتعامل مع المس، هم المياه عندهم زياده وزياده كتيره، محطه كبيره قوي مش شغاله حتى بربع طاقتها حاليا. لما تشتغل بنص طاقتها لازم المحبس ده يتفتح عشان يغذينا مؤقتا كده لغايه المحاول بتاع لغايه المرشح بتاعنا ما يجي. لازم يتفتح المرشح ده، واحنا هنطالب بيه مصلحة عامه. احنا ما بناخدش ميه حاد، لا ده ميه فائض، فاحنا هناخد منه. ومرشح تاني من ناحيه اولاد نجم الحفنويه ناحيه تانيه، ده برضو كان بيغذي احدى قرى فرشوط من ناحيه شرق فرشوط. نعم. ده برضو يتفتح من ناحيه نحنا، ويتسد محبس الغرب وبهجوره بتاع الزليتن اللي بيغذي غرب فرشوط من ميه نجح حمادي. خلاص فرشوط بقى فيها محطه يا افاضل تكفي ثلاث مراكز. نعم. انا ما باخدش حق فرشوط والله، توفر الكميه دي لا، انا بقول الميه الفايضه يعني ايه لازمه انه المحبس بتاع الغرب وبهجوره اللي بيغذي فرشوط يغذيها لغايه دلوقتي وهي عندها محطه ما شاء الله تفيض على الكل. دي اهم مشكلات، المشكله عندنا وهي مشكله الميه. نعم. لازم نلخصها، مرشح جديد تكلفته 12 مليون جنيه والارض بتاعته موجوده وملك شركه الميه. تمام. نطالب بيها وان شاء الله بتتناقش في مجلس النواب من بعض الاعضاء المتعاونه معانا، وان شاء الله تخلص الحاجه المؤقته اللي هتغطينا الموسم اللي جاي، وهي فتح المحابس اللي هي كانت بتغذي فرشوط انها تغذينا شويه، وخاصه ان احنا ملاصقين لقرى فرشوط. نعم. دي مشكله الميه. اتفضل. يعني في مشكله تانية بالاضافه للمشاكل اللي قالوها اساتذتنا دي، وهي مشكله البطاله، بطاله. نعم. الشباب. انا. نعم. عندي شباب اولاد نجم كنا بنعتمد في زمن معين على حاجتين، السياحة في الغردقة وسفاجة والبحر الأحمر، ودي خدت مننا حاجات كتيرة. حاليا السياحة قلت، والشرطة، الشرطة أكتر بلد فيها أفراد شرطة اللي هي ما بين عسكري شرطة أو أمين شرطة أو معاون شرطة، وحاليا الشرطة قللت من يعني خلاص اكتفت. نعم. فاحنا دلوقتي المصدرين اللي كنا احنا بنعتمد عليهم قالوا. نعم. فلازم حل مشكله البطاله. انا حاليا اطالب محافظ اينا نفسه، وهو راجل فاضل ومحترم، انا عندي الصندوق الاجتماعي اولاد نجم يا افاضل مش مستفاده بيه خالص. الصندوق الاجتماعي بيمول مشروعات صغيره، فين نصيب اولاد نجم من الصندوق الاجتماعي؟ بيعمل مشروعات صغيره، بيدي قرض تاكسي، بيدي قرض للبنات بتاعتنا مشغل. انا ما شفتش حد في اولاد نجم استفاد من الصندوق الاجتماعي اللي هو في ايد السيد المحافظ وفي ايد رئيس الصندوق الاجتماعي، وده هو من ابناء هنا برضه بحاجه فيه، ولا اي مشروع من مشروعات الصغيره او متناهيه الصغر زي ما احنا بنقول. ان شاء الله، ومتشكرين على اللقاء الجميل ده واللي احتوى جميع مشاكل اولاد نجم وعرضوها ناس افاضل ومختصين. شكرا. ومتشكرين لقناه الصحه والجمال، ومتشكرين للاستاذ احمد كميلي راعي اللقاء الحلو. شكرا سيدي. سلام وانت طيب. وفي نهايه هذا اللقاء اتقدم بكامل الشكر لاساتذه الاجلاء، احد رموز اولاد نجم، ونحن في اولاد نجم لدينا رموز كثيره جدا حتى لا
نختصر احد، نشكر الاستاذ سيد فضل الله والاستاذ محمد عبد الباقي والاستاذ رجب عبد الموجود والاستاذ احمد عبد الستار وسياده اللواء نبيل بخيت، شكرا جزيلا لكم. اعزائي المشاهدين، سعدت بكم واتمنى ان اكون قد قمت باسعادكم. وفي نهايه حواري هذا اشكر الاستاذ احمد الكميلي راعي هذه الحلقه، واشكر ضيوفي الاجلاء، على امل ان نلقاكم بمشيئه الله وامنه في نفس المعاد في نفس القناه يوم الجمعه القادمه الساعه 5 على قناه الصحه والجمال. اشكركم جميعا، وكنت معكم ممدوح النجم، معنا ومعكم ومع النجم.